الحقيقة يمكن دي آخر مذكرة تفاهم النهاردة. العهد ده هو ترجمة لآخر مذكرة تفاهم كنا وقعناها في مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري من سنتين. ويمكن صعوبة هذا الموضوع إن هو كان مشروع كبير قوي، احنا بنتكلم على تقريبا مدينة صغيرة 3000 فدان هيتم تنفيذها إن شاء الله بالشراكة مع الشركة اللي احنا قمنا بالتوقيع معاها على مدار 11 سنة. ويمكن القيمة الاستثمارية أو حجم الاستثمارات اللي حيضخ في هذا المشروع بتتجاوز 150 مليار جنيه. عائد الدولة أو نصيب الدولة هيبقى في حدود 26%، بناخده في صورة جزء نقدي وجزء من الوحدات اللي هتتبني على مدار تنفيذ مدة المشروع. فده بيحقق عائد كبير جدا للدولة، أفضل بكتير من إن أنا كنت أبيع الأرض فقط مجرد بيع. الأهم طبعا مش فقط أنه المشروع ده بيحقق عائد الدولة، ولكن هو بيخلق فرص عمل مباشرة في حدود 300 ألف فرصة عمل، وده طبعا شيء مهم جدا في إطار أن احنا كدولة النهاردة كل المشروعات دي اللي بنطرحها عشان نخلق فرص للشباب. فعندنا 300 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف الفرص الغير مباشرة. عندنا هيبقى ده مجتمع جديد المواطنين هيسكنوا فيه، ويمكن زي ما كان رئيس شركة أشار احنا بقينا بنخطط كل مشروعاتنا على أعلى مستوى من حيث انتهى الآخرين. فالنهاردة بنتكلم على مجتمع هيبقى تكنولوجي، مجتمع ذكي في كل المعايير. النهاردة كل المدن العالمية بقت موجودة فيها، وده النهج اللي احنا كوزارة إسكان النهاردة بقينا بندخله في كل مشروعاتنا. يعني فندم المدة المحددة للانتهاء من هذا المشروع، وانت بقى تبدأوا في المرحلة التانية ان شاء الله؟ هي المرحلة التانية هي المفروض انها تبقى 3000 فدان اخرى، ودي يمكن المفروض احنا حاطين لها مدى زمني سنتين من النهاردة. في ضوء الاتفاق مع الشركة هنقرر ان احنا نمشي على المرحلة التانية ام لا، ودي طبعا بيبقى لها برضو شروط اخرى النواحي المالية والكلام ده كله، هيبقى ان شاء الله في حينه نقرر ان شاء الله ان احنا ندخلها. ما انا قلت لحضرتك 11 سنة المفروض انها لمدة المشروع كله كمرحلة اولى 11 سنة. انا عايز اسأل حضرتك على موضوع سكن مصر، وكان بالامس يعني تم بدء استلام الكراسات في بنوك الاسكان والتعمير. حضرتك كلمنا عن هذا المشروع، حضرتك شايفه ازاي؟ واحنا شايفين يعني كان في اقبال كبير من المواطنين على هذا المشروع. ولو يا فندم نوضح بعض الامور اللي كان بيتكلم ان يعني مثلا في مشكلة في القرعة، حضرتك توضح لنا بس هذه الامور بشكل تفصيلي. هو ده طبعا برنامج جديد احنا يعني الحقيقة كوزارة لقينا ان هو مهم جدا. هو احنا تعرف حضرتك احنا طبعا عندنا برنامج الاسكان الاجتماعي اللي النهاردة احنا يعني كدولة منتهجينه بقوة شديدة، وكان طرحنا قبل كده مشروع اللي هو دار مصر. فاحنا الحقيقة وجدنا ان هناك طلب على وحدات نقدر نقول عليها في مستوى متوسط ما بين الاثنين، شيء يبقى ما بين الاسكان الاجتماعي ودار مصر، لان دار مصر معمول على اعلى مستوى، فكان هناك طلب على مستوى وسط ما بين الاثنين. ففعلا حطينا هذا البرنامج الجديد على اساس ان احنا بنتكلم على شقه بتصل الى حوالي 115 متر، وانها طبعا تبقى مجهزه وتشطيبها يعني جيد جدا وفي متناول الفئه المتوسطه في هذا الموضوع، بالذات ان احنا برضو حاطينه بالنظم السداد التمويل العقاري والنظم سداد ميسره. احنا كنا الحقيقه مطرحين المرحله بتاعتنا الاولى على اساس 40,000 وحده. الحقيقه لغايه امبارح او اول امبارح الحجم اللي اشتروا الكراسات تجاوز 73,000، وده طبعا ادانا مؤشر قوي ان هيبقى عليه حجم طلب كبير لهذا المشروع. وبداوا امبارح المواطنين يسددوا، كان امبارح اول يوم يبداوا يسددوا مقدمات الحجز. امبارح يمكن حط في 2000 واحد سددوا على طول اول مقدمات. احنا عندنا لغايه يوم 15، يعني عندنا تقريبا شهر لسه الناس هتبدأ تسدد المقدمات اللي فيها. طبعا المشروع ده أنا متوقع إن شاء الله إذا كان هيبقى هناك يعني عدد يفوق العدد الوحدات اللي احنا أو اللي احنا حاطينها كمرحلة أولى، ربنا يقدرنا هنحاول نستوعب عدد أكبر في المشروع. يعني هنطرح بقى يبقى في الحالة دي ممكن نطرح عدد أكبر من الوحدات بحيث نحاول بقدر الإمكان نحاول نستوعب بقدر الإمكان الأعداد، لأن في بعض المدن ممكن ما يبقاش عندي أراضي مجهزة لسه أنها تكفي أنها نبدأ ندخلها على طول في المرحلة الأولى. ولكن إحنا هنبذل قصارى جهدنا أن إحنا نحاول نستوعب يعني اكبر عدد ممكن من هذا المشروع ان شاء الله. يعني اخيرا بس نتكلم عن موضوع القرعه، كان في بعض الناس بتقول انه بيتم اختيار بعض الناس، فحاسس حضرتك بس اكد لنا انه ده بيتم بشكل علني وبمصداقيه تامه عشان بس يكون في تاكيد لجميع الناس. بص يا فندم، يعني اعتقد القرعه حتى يعني احنا قرعه الاراضي اللي بقينا بنعملها الناس كلها بتروح وبتبقى بتتعمل في استادات الكوره، وبيحضرها طبعا كل الجهات الرقابيه والسياديه وبتتعمل قدام الناس كلها.
فالحاجات دي ما بنقدرش ان احنا يعني نتعامل فيها الا بمنتهى الشفافيه، لان ما فيش اي حد ليه مصلحه في هذا الموضوع. بيبقى اعداد ضخمه جدا، الكلام ده كله بيتعمل قدام الناس، كله على الملأ، ناس بتصور، تلفزيونات بتصور، ما بنقدرش يعني الكلام ده بيبقى قدام الناس.